عشان تعرف تشتغل كويس لازم تبقى حاسس ان انت متأمن لقدام. لما تكبر وما تبقاش قادر تشتغل تعرف تعيش حياة محترمة. يمكن ده كان من الحاجات المهمة جدا اللي الدولة اهتمت بيها الفترة اللي فاتت. أصحاب المعاشات كان ليهم نصيب كبير من الخدمات اللي قدمتها الدولة، خصوصا ارتفاع قيمة المعاشات اللي كانت في 2014 حوالي 86.5 مليار جنيه، ودلوقتي وصلت ل 282 مليار جنيه، يعني تقريبا اتضاعفت أكتر من 3 مرات. خلينا نتابع. وضعت الدولة المصرية قضية المعاشات على رأس أولوياتها لعلاج المشاكل التي تواجه كبار السن وأصحاب المعاشات في إطار حرص الدولة على خدمة المواطن المصري. وارتفعت المعاشات تدريجياً منذ عام 2014 حتى الآن بشكل كبير، حيث شهدت قيمة المعاشات طفرات عدة خلال السنوات الماضية، فبلغت عام 2013-2014 نحو 86.5 مليار جنيه، ووصلت إلى نحو 282 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. وزادت قيم المعاشات بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021، ووصلت إلى 10.5 مليون مستفيد، وشهد الحد الأدنى لقيمة المعاش ارتفاعاً كبيراً، فبلغ في عام 2014-2015 450 جنيه، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019. وفي يوليو الماضي كانت أحدث زيادة لأصحاب المعاشات، فتم صرف زيادة بنسبة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه في الأول من يوليو 2021، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 10.5 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين.